السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جينا نقدم واحد البيتزا، بيتزا اكسبريس كتدار في واحد 10 دقائق. كيكون كلشي عندنا واجد، حنا غير كندخل نقادو المقادير مع بعضياتها. غنوريكم البنات المقادير عندنا. غنخدموها البنات بخبز ديال الطوست ديال الزراعه البنات، وعندنا هنا الزيتونه البنات مقطع، وعندنا واحد الحك ديال الطون، وعندنا واحد ساشي ديال شاركوتري ديال لادان فيمي، وعندنا هاد الباكيه البنات اللي فيها فروم 4 فرماج. ديما تنقولها لكم البنات، راه رخيصه البنات، هاد الباكيه راه كدير 14 درهم، فيها 4 فرماج كتجي زوينه، خدمي بها جوج مرات من داكشي مخيره. وعندي البنات هاد مطيشه ديال العيشه اللي كتكون خاصه بالبيتزا، وعندي هاد لاصوص البنات، كتكون شوي فيها نسمه ديال الحرور الجيريان البنات، راه معروفه كيديروا بها الطاكوس، كيديروا بها حتى فهاد البيتزا كتجي زوينه. غنخلطها البنات هي وديك مطيشه اللي غنديروا بها، غندهنوا بها ان شاء الله هذيك، ندير واحد الكميه ديال البنات ونخلطها مع المطيشة. نبداو البنات نصايبو. انا قلت لكم هذه بيتزا اكسبريس، ما كاين لا عجن لا خبز لا طيب. هنا الخبز ديال الطوست البنات غنديرو في الطاوة ديالنا، غندخل الفران. البنات اللي سالينا منها غنحيدوها. دابا البنات غندهن ديك خبيزات ديال الطوست ديالي بديك لاصوص اللي خلطت بين لاصوص ديال البيتزا كيما انتبهتوا، انتبهتوا البنات، وديك لاصوص الجيريان اللي درت. غندهنهم كاملين البنات، يجيو البنات لذاد. هادو البنات ديال شي نهار ما فيك لا ما يعجن بيتزا لا ما يخباز لا والو، حتى هما كيعتقوا الموقف، كتجي غديوه زوينه او العشاء البنات. هاي كندهنوا شويه، ماشي باش ما تجيناش لا حامضه لا حاره بزاف، غير دهنات خفافه. هانتوما البنات شتي لاحظتوا، انا البنات كنتقاسم معكم داكشي اللي كندير، قلتها لكم، قلت لكم اي حاجه درتها البنات غنتقاسمها معكم. سبق لي البنات درت معكم البيتزا السائله، درت معكم البيتزا ديال السميده، مازال عندي اشكال بزاف البنات تاع البيتزا غنخدمهم معكم ان شاء الله، غير تبعوني البنات وغنوصلوا اي حاجه بغيتوها غادي نديرها معكم. هذه البنات راه في قسمين كتكون واجده، لان كلشي البنات طايب، غير كنقادو فوق هذا الخبز ديال الطوست وكندخلو الفران واحد 7 ديال الدقائق ولا هادي يذوب لنا ديك الفرماج، وحنا عندنا كلشي واجد. انا البنات سميتها لكم بيتزا اكسبريس، يعني خف من بالزربه، كتوجد بواحد السهوله البنات. دابا البنات غنحز هادو هنا ونجيب قدامكم، طايبنا ديك الميكه ديال الشاركوتري.
البنات ها الشارلوتري ديالي قطعته، غنجيب ديك البيتزا ديال البنات. نحط شويه بحال هكا، نحاول نقاد البنات كلشي ياخذ كاع الطريفات ياخذوا حقهم. نتمنى تكون البنات باينه لكم. كنقادو البنات اللي جا فيها بزاف كنقصو منها ونديرو في اللي خاويه، نتوما عارفين ما نحتاجش نقول لكم هاد المسائل البنات. دابا البنات غندوزو للطون ديالنا، هو الطون البنات غنحاول نفرتو شويه البنات باش ما يبقاش ليا هكاك غليظ، ويعطيني حتى الطوع يتفرق ليا عليهم كاملين، كل وحده ندير فيها شويه. كنخدم بيدي البنات، فرتو بيدي كنهز شويه البنات وكندير في كل وحده شويه بحال هكذا. كنحاول البنات نقادها كامله، نغطي كاع البلايصات لي ونقادهم حتى في كل يجيو كاملين فيهم مزيان مقادين، ما تجيش وحده عامره وحده مغشوشه. البنات غندير فوق منهم شويه الزيتون بحال هكذا شي شوي. ديما كنقادو البنات اللي عامره كنقصو منها ونزيدو في الاخرى اللي فيها شويه. البنات زويتنا تكحلين للتزيين فقط البنات، حيده وحيده. غناخدو ديك كاطخ فرماج ديالنا البنات، غنفتحوه وغنديرو البنات كل وحدة فوق منها فرماج. نلاحظو البنات هاد كاطخ فرماج راه فيه حتى الموتزاريلا، هي مقطعة طريفات، فيها فرماج الشيدر وفيه الفرماج الاحمر، المربعة ديال الانواع ديال الفرماج البنات. كنت كنشري البنات هذاك الفرماج طريفات الاحمر وكنحكو ما كيخرجش ليا بحال هذا وما كيجيش زوين بحال هذا. ملي جربت هذا البنات ما بقيتش كنستغنى عليه، ديما كنشري غير هو.
هاد الباعه ديال البنات هاد البوطان غنباع جوج خطرات 14 درهم نقولوا كاع 15 درهم صافي فحال كنقادو اللي ما فيهاش موتزاريلا الا كنقطعو طريفات وكنقادو ليها نقصو من هنا ونديرو هنا هنا العيالات كنعرفو هاد المسائل هانتوما البنات دابا هدا غنديرو فواحد البواطا كتسد وغنديرو في التلاجة تنخدم بيها مرة أخرى شي حاجة أخرى وهانتوما معايا بنات هانتوما شوفو نوريكم طريفات البيتزا دابا الا كنتو البنات ما واجدينش تاكلوهم ديك الساعه خليها هكا حتى الوقيته اللي غادي تكوني غتسيرفيها دخليها غير تسخن وكتخرجيها هكا سخونه مع كتكون فيها ديك نسمه الحراره كتجي لذيذه جدا دابا انا غندخلها البنات غنسخن الفران وغندخلها وغنشوفو نتلاقاو منين منين توجد لينا بنات البيتزا ديالنا خرجات طابت هي كنتمنى تكون الصوره واضحه البنات ولا اسهل ولذيذه وجميله جدا بدون تعب البنات ها البيتزا ديالنا وبالصحة والراحة ولا عجبتكم البنات تابونا وديروا لي لايك وبارطاجيو البنات باش تعم الفائدة كما كنقول دائما وبالصحة والراحة هذه هي بيتزا اكسبريس ديال 10 دقائق نتمنى تعجبكم البنات والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله